السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحبة والأخوات الفاضلات في هذا اللقاء المتجدد الذي يجمعني بكم على مائدة كتاب الله تبارك وتعالى في مجالسنا الموسومة بتأملات في آيات. في مجلسنا 82 بعد 500,000، وهو المجلس 67 بعد 200 من مجالس زبدة التأويل الأثري من مختارات الإمام الطبري، مع الجزء الثاني من الآية 85 في قوله تبارك وتعالى: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، ذلك بعد قوله تبارك وتعالى في أول الآية: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، إلى آخر الآية. قال أبو جعفر رحمه الله تعالى: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، يعني بقوله جل ثناؤه وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، أي اليهود، هو يخاطب اليهود، يقول لهم: إن يأتوكم اليهود أسارى تفادوهم، يوبخهم بذلك ويعرفهم به قبيح أفعالهم التي كانوا يفعلونها. فأفعالهم القبيحة في أيامنا هذه امتداد لأفعالهم القبيحة منذ آلاف السنين. فقال لهم: ثم أنتم بعد إقراركم بالميثاق الذي أخذته عليكم ألا تسفكوا دماءكم ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم تقتلون أنفسكم، يعني به يقتل بعضكم بعضا كما بينا، وأنتم مع قتلكم من تقتلون منكم إذا وجدتم الأسير منكم في أيدي غيركم من أعدائكم تفدونه، ويخرج بعضكم بعضا من دياره. يعني عندكم ثلاثة أشياء: اثنتان علامة على كفركم، وواحدة علامة على إيمانكم، لأنكم تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فتكفرون باثنتين وتؤمنون بواحد. تكفرون بقتل بعضكم بعضا، وتكفرون بإخراج بعضكم بعضا من ديارهم، وتؤمنون بمفادات بعضكم بعضا إذا وجدتموهم أسارى. ولذلك لا نستغرب في زماننا حين يبادل الأسير بألف أسير، هذا ليس جديدا، لولا أنه موجود في القرآن لاستغربنا. لكن سبحان الله، الذي كانوا عليه هو الآن لا زال موجودا. فما أشبه الليلة بالبارحة، وما أشبه المسخ الموجود في زماننا بالمسخ الذي كان قبل آلاف السنين. قال: وأنتم مع قتلكم من تقتلون منكم إذا وجدتم الأسير منكم في أيدي غيركم من أعدائكم تفدونه، ويخرج بعضكم بعضا من دياره،
وقتلكم إياهم وإخراجكم لهم من ديارهم حرام عليكم، وتركهم أسرى في أيدي عدوكم أيضا حرام عليكم، فلماذا تفعلوا شيء وتتركوا شيء؟ فكيف تستجيزون قتلهم ولا تستجيزون ترك فدائهم من عدوهم؟ أم كيف لا تستجيزون ترك فدائهم وتستجيزون قتلهم وهم جميعا في اللازم لكم من الحكم فيهم سواء؟ لأن الذي حرمت عليكم من قتلهم وإخراجهم من ديارهم نظير الذي حرمت عليكم من تركهم أسرى في أيدي عدوهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أي أفتؤمنون ببعض الكتاب الذي فرضت عليكم فيه فرائضي وبينت لكم فيه حدودي وأخذت عليه بالعمل بما فيه ميثاقي فتصدقون به فتفادون أسراكم من أيدي عدوكم وتكفرون ببعضه فتجحدونه فتقتلون من حرمت عليكم قتله من أهل دينكم ومن أهل قومكم ومن قومكم وتخرجونهم من ديارهم، وقد علمتم أن الكفر منكم ببعضه نقض منكم عهدي وميثاقي. يعني كفركم بهاتين الخصلتين نقض لإيمانكم بتلك الخصلة. ثم ساق بسنده عن قتادة في هذا الجزء من الآية قال: فادينا والله إن فداءهم لإيمان وإن إخراجهم لكفر، فكانوا يخرجونهم من ديارهم يعني كفرا، وإذا رأوهم أسارى في أيدي عدوهم افتكوهم يعني فادوهم، دفعوا فدية حتى يخرجوهم. ثم ساق بسنده عن ابن عباس في معنى: وإياتوكم أسارى تفادوهم قد علمتم أن ذلكم عليكم في دينكم، يعني إخراج الأسرى جزء من دينكم، وجزء آخر من دينكم محرم عليكم في كتابكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أتفادونهم مؤمنين بذلك وتخرجونهم كفرا بذلك؟ ثم ساق بسنده عن مجاهد في قراءة أخرى: وإن يأتوكم أسارى تفدوهم. إذن عندنا قراءتان في تفدوهم وتفادوهم. يقول: إن وجدته في يد غيرك فديته وأنت تقتله بيدك. ثم ساق بسنده عن قتادة قال: فكان إخراجهم كفرا وفداؤهم إيمانا. ثم ساق بسنده عن أبي العالية في قوله: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، قال: كان في بني إسرائيل إذا استضعفوا قوما أخرجوهم من ديارهم وقد أخذ عليهم الميثاق ألا يسفكوا دماءهم ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم، وأخذ عليهم الميثاق إن أسر بعضهم أن يفادوهم، فأخرجوهم من ديارهم ثم فادوهم، أخرجوهم من ديارهم، فلما وقعوا في الأصل أخرجوهم فادوهم، فآمنوا ببعض الكتاب في الفدية يعني، وكفروا ببعض بالإخراج. آمنوا بالفداء ففدوا، وكفروا بالإخراج من الديار فأخرجوا. وهذا معنى
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ثم ساق بسنده عن أبي العالية مرة أخرى أن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه مر على رأس الجالوت بالكوفة. رأس الجالوت هذا حبر من أحبار اليهود، كان اسمه هكذا رأس الجالوت. مر على رأس الجالوت بالكوفة وهو يفادي من النساء من لم يقع عليه العرب، ولا يفادي من وقع عليه العرب. فقال له عبد الله بن سلام: أما إنه مكتوب عندك في كتابك أن فادوهن كلهن، لأن عبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار اليهود يعرف ما في كتابه. فأنكر على رأس الجالوت هذا ما كان عليه من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه، فبين له ذلك. ثم ساق بسنده عن ابن جريج قال: كفرهم القتل والإخراج وإيمانهم الفداء. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الإيمان الفداء والكفر القتل والإخراج. قال ابن جريج يقول: إذا كانوا عندكم تقتلونهم وتخرجونهم من ديارهم، وأما إذا أسروا تفدونهم. وبلغني أن عمر بن الخطاب قال في قصة بني إسرائيل: إن بني إسرائيل قد مضوا وإنكم أنتم تعنون بهذا الحديث، يعني يخاطب اليهود الذين كانوا في المدينة. واختلف القراء في قراءة قوله: وإن يأتوكم أسارى تفدوهم. قلنا قراءة تفدوهم وقراءة تفادوهم، فقرأ بعضهم أسرى تفدوهم وبعضهم أسارى تفادوهم وبعضهم أسارى تفدوهم وبعضهم أسرى تفادوهم. يعني عندنا كلمتان أسرى وأسارى، وتفادوهم وتفدوهم. أما الذين قرأوا ذلك قال: قرأ ابن كثير وأبو عمرو، يعني ابن العلاء البصري، ابن كثير مكي، وابن عامر يعني الشامي أسرى تفدوهم، ثلاثة من القراء. وقرأ نافع المدني وعاصم والكسائي كوفيان، طبعا الكسائي محسوب على أهل الكوفة لكنه كان جوالا. أسارى تفادوهم كما نقرأ. وقرأ حمزة أسرى تفدوهم بغير ألف فيهما، وكان أبو عمرو وحمزة والكسائي يكسرون الراء أسري زي والضحي. وكان عاصم بن كثير يفتحان الراء أسرى أو أسارى. وكان نافع يقرأ بين الفتح والكسر أسري، لا يكسرها كثيرا ولا يفتحها كثيرا.
إذن هذه القراءات وتوجيهها عند أهل القراءات. قال أبو جعفر الآن يأتي إلى اختيار ويرجح: فمن قرأ ذلك وإن يأتوكم أسرى فإنه أراد جمع الأسير، إذ كان على فعيل على مثال جمع أسماء ذوي العاهات التي يأتي واحدها على تقدير فعيل، إذ كان الأسر شبيه المعنى في الأذى والمكروه الداخل على الأسير ببعض معنى العاهات. إيش هذه العاهات؟ سنأتي إليها بعد قليل. قال: والحق جمع المستلحق به بجمع ما وصفنا، فقيل أسير وأسرى، كما قيل مريض ومرضى، وكسير وكسرى، وجريح وجرحى. فجمعها على أسرى أقرب إلى في المعنى إلى أصحاب الآهات من أسارى، لأن الأسر نوع من العاهة. ولذلك في أحكام الفقه الأسير لا يفاوض لأنه يكون كسير، الأسير لا يفاوض ولا تؤخذ منه أحكام. يعني لو أن العدو أسر رئيس دولة مثلا أو قائد جيش أو رئيس وزراء أو وزير، ثم وقع معه معاهدة، هذه المعاهدة شرعا غير ملزمة لأن الأسير لا عهد له ولا صلاحية له في ذلك. ولذلك نظروا في هذه المسألة حتى في القانون الدولي، والأمثلة كثيرة لا أريد أن أذكر أسماء الآن ممن عاصرنا في زماننا بعض الرؤساء الأسرى وكيف تعامل معهم القانون الدولي والقوانين المحلية على أنهم لا قيمة لهم بعد الأسر. قال أبو جعفر: وأما الذين قرأوا ذلك أسارى فإنهم أخرجوه على مخرج جمع فعلان، هناك على فعيل وهنا على فعلان، إذ كان جمع فعلان الذي له فعلى قد يشارك جمع فعيل كما قالوا سكارى وسكرى وكسالى وكسلى، فشبهوا أسيرا وجمعوه مرة أسارى وأخرى أسرى بذلك. وكان بعضهم يزعم أن معنى الأسرى مخالف معنى الأسارى، ويزعم أن معنى الأسرى استئسار القوم بغير أسر من المستأسر لهم، يعني هم يستسلمون لآسريهم فيقعوا في الأسر. فهذا عندهم يجمع على أسرى، وأن معنى الأسارى معنى مصير القوم المأسورين في أيدي الآسرين بأسرهم وأخذهم قهرا وغلبة، فإذا أخذوهم قهرا وغلبة جمعناها على إيش؟ جمعناها على أسارى، وإذا استسلموا تجمع على أسرى. قال أبو جعفر: وذلك ما لا وجه له يفهم في لغة أحد من العرب.
ولكن ذلك على ما وصفت من جمع الأسير مر على فعلة لما بينت من العلة، يعني على وزن فعلة من العاهات مرضى كسرى جرحى، ومر على فعالى لما ذكرته من تشبيههم جمعه بجمع سكران وكسلان وما أشبه ذلك. قال أبو جعفر وأولى بالصواب في ذلك من قرأ وإن يأتوكم أسرى، اللي قلنا عنها وإن يأتوكم أسرى، قرأ قراءة ابن كثير المكي وأبو عمرو البصري وابن عامر الشامي. قال لأن فعالى في جمع فعيل غير مستفيض في كلام العرب، فإذا كان ذلك غير مستفيض في كلامهم وكان مستفيضا فاشيا فيهم جمع ما كان من الصفات التي بمعنى الآلام والزمانة مرضى كسرى جرحى، على تقدير فعيل على فعلى كالذي وصفنا قبل، وكان أحد ذلك الأسير، كان الواجب أن يلحق بنظائره وأشكاله فيجمع جمعها دون غيرها ممن خالفها. هذا بالنسبة للأسرى والأسارى. أما تفادوهم أو تفدوهم فإنه أراد أنكم تفدونهم من أسرهم ويفدى منكم الذين أسروهم ففادوكم بهم أسراكم منهم. وأما من قرأ بذلك تفدوهم فإنه أراد أنكم يا معشر اليهود إن أتاكم الذين أخرجتموهم منكم من ديارهم أسرى فديتموهم واستنقذتموهم، وهذه القراءة أعجب إلي. إذن هو رجح قراءة وإن يأتوكم أسرى تفدوهم على قراءة وإن يأتوكم أسارى تفادوهم التي نقرأ بها. قال وهذه القراءة أعجب إلي من الأولى، أعني أسرى تفدوهم، لأن الذي على اليهود في دينهم فداء أسراهم بكل حال، فدى الآسرون أسراهم منهم أم لم يفدوهم، فالواجب عليهم أن يفدوا أسراهم، فمال أبو جعفر ورجح قراءة وإن يأتوكم أسرى تفدوهم بدل أسارى تفادوهم التي نقرأها. من هذا العرض لما ذكره أبو جعفر رحمه الله تعالى يمكن أن نستخلص ما يلي: أولا بين أبو جعفر أن كفر بني إسرائيل وإيمانهم في هذه الآية عملهم بخصلة من ثلاث وهو الإيمان، وكفرهم بخصلتين من ثلاث، فالكفر هو الغالب عليهم في ذلك، اثنين من ثلاث أقوى من واحد من ثلاث. ثانيا أن هذا تابع للميثاق الأول الذي عددناه 9 خصال في الآيات السابقة، ثم ثالثا ساق أبو جعفر رحمه الله تعالى ما ذهب إليه عن عدد من السلف، عن قتادة وابن عباس ومجاهد وأبي العالية وابن جريج، فخمسة من السلف ذهبوا إلى ما اختاره أبو جعفر من معنى الإيمان
بوجه والكفر بوجهين. وأسند أبو جعفر بلاغا إلى اثنين من الصحابة، إلى عبد الله بن سلام وإلى عمر بن الخطاب في هذا المعنى. ونقل عن أحد أحبار اليهود وهو رأس الجالوت، ثم بين أبو جعفر اختلاف القراءات الثلاث في وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وإن يأتوكم أسرى تفدوهم وإن يأتوكم أسارى تفدوهم، هذه ثلاث وجوه للقراءات وبينها. ورد أبو جعفر معنى التفريق بين أسرى وأسارى وأنهما يختلفان في المعنى، وأن الأسارى الذين يستسلمون والأسرى الذين يؤسرون. وقاس أبو جعفر الأسرى بترجيحها على وزن مثل الجرحى والكسرى والمرضى، على أن الأسر بحد ذاته عاهة من العاهات مثل العاهات هذه، فرجح هذا على غيره. بارك الله لي ولكم فيما قرأنا وفيما سمعنا، وننتقل بكم إن شاء الله بعد لحظات إلى الشرح اليسير المفهم لمختصر صحيح الإمام مسلم، فابقوا معنا بارك الله فيكم، أبقاكم الله على طاعته حتى تلقوا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحبة والأخوات الفاضلات في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات الشرح اليسير المفهم لمختصر صحيح الإمام مسلم في مجلسنا 71 بعد 130، ولازلنا في كتاب اللباس والزينة، زيننا الله وإياكم بلباس التقوى ذلك خير. ووصلنا إلى باب النهي عن تختم الذهب والشرب بالفضة ولبس الحرير والديباج، حيث أورد الإمام المنذري في هذا الباب حديثا واحدا رواه الإمام مسلم بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. إذن في سبع واجبات وسبع محرمات، لأن الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم. أمرنا بعيادة المريض، فعيادة المريض واجبة، واتباع الجنازة، طبعا كل ذلك الذي نتكلم فيه مناطه القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فإن قدرت على عيادة المريض وجب عليك عيادته، وإن قدرت على اتباع الجنازة وجب عليك اتباعها، وتشميت العاطس. وأرى في مجالسكم تقصير في هذا الواجب، لأن تشميت العاطس واجب، وكان ابن المبارك رحمة الله عليه إذا سمع عاطسا عطس يقول له: ماذا يقول الذي يعطس؟ فماذا سيكون الجواب؟ الحمد لله، فيقول له: يرحمك الله، لأن الذي يعطس ولا يحمد الله لا يشمت، يسقط الواجب
عن سامعه إن لم يسمعه يحمد الله. والأصل أن يحمد ويرفع صوته، يجهر بالحمد حتى يشمته المشمت. وروي عن أبي داود السجستاني صاحب السنن أنه كان على ضفة نهر فسمع آخر يعطس على الضفة الأخرى، فاستأجر قاربا من هذه الضفة إلى هذه الضفة حتى يشمته. قال: لعله يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، فيهديني الله بهذا الدعاء. فهذا واجب، ولو كان حتى في طرف المسجد بعيد يحمد الله ويجهر بذلك حتى يشمته. وإبرار القسم أو المقسم، يعني إذا أحد أقسم عليك أن تبره، أقسمت عليك لتفعلن كذا، لتأكلن هذه، أبره، بره، إلا أن تكون صائما مثلا، أو يضرك واحد يعطيني قطعة سكر ويقول لي أقسمت عليك تأخذها، لن أبره لأنه سيضرني مثلا. ونصر المظلوم، وما أكثر المظلومين من هذه الأمة، ونصرتهم واجبة، وخاصة إخواننا الآن في غزة العزة في فلسطين، فنصرتهم أقل ما فيها بالدعاء، بالإحساس بهم، وإجابة الداعي دعاك إلى طعام، إلى شراب، إلى زيارة، إن استطعت أن تجيبه أجبه. وإفشاء السلام، سلم عليك وجب عليك أن تسلم عليه، لكن ليس كما رأيت في كثير من المعاهد والمراكز والمساجد يجلس يسلم فيسلم الكل مرة واحدة، واحد يكفي لأن هذا فرض كفاية. وننبه أبناءنا الطلبة وإخواننا المدرسين، ومع هذا نجد التسليم الجماعي لا زال. فهذه الواجبات التي في هذا الحديث. أما المحرمات التي نهى عنها وهي الشاهد، طبعا نهى عن خواتيم أو تختم بالذهب، واختلفوا هل هذا عام في الرجال والنساء أم هو خاص بالرجال دون النساء. منهم من عمم ذلك مثل شيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه، كان يرى حرمة التختم بالذهب للرجال والنساء على حد سواء. ونوقش في هذا ومات وهو على هذا المذهب، تختم بالذهب للرجال والنساء على حد سواء من المحرمات. وجمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم على حرمته على الرجال إجماعا، وإباحته للنساء على قول جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة. وعن شرب بالفضة، شرب بأواني الفضة مما يحرم نصا وإجماعا. وعن المياثر، ومعنى المياثر مراكب تتخذ من الخز والنمور، وهي من مراكب العجم
يعني كانوا يضعونها على الخيل وتكون يعني يمكن أن نقول هذا الميثر لو وضع على الخيل هذا من المياثر الكرسي هذا، فهم يعني شيء يكون له قيمة يضعونه على الخيل ويركبون عليه. وأما القسي التي في الحديث هنا فهي ثياب منسوبة ثياب من الحرير، وكانت تكون مضلعة بحرير آخر، يعني هذا من حرير مثلا أحمر ومضلع بحرير أبيض أو العكس. فهذه القسي، وهذا طبعا القسي محرم على الرجال مباح للنساء. وعن لبس الحرير الصافي، يعني هذا القسي قد يكون إيش مخلوط بغيره، أما اللبس الحرير الصافي وهو محرم على الرجال مباح للنساء، ويباح للرجال لعلة كما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن بن العوام أو سعد بن أبي وقاص لحكة كانت بهما. والاستبرق، الاستبرق أيضا نوع من الحرير لكنه ناعم جدا. والديباج الحرير الخشن الغير مكرر. فهذه الأربع الأخيرة القسي والحرير والاستبرق والديباج أنواع من الحرير نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. علاقة الحديث بالباب كما هو ظاهر علاقة نصية، تختم الذهب والشرب بالفضة ولبس الحرير والديباج كلها موجودة في الحديث. وأما علاقة الحديث الباب بالكتاب فهي علاقة الكل بالبعض، فالزينة مجملة في الباء في الكتاب، وهنا فيها نوع من التفصيل تختم بالذهب لبس الحرير والديباج، فعلاقة المجمل بالمفصل، المجمل في كتاب اللباس والزينة والمفصل تختم بالذهب ولبس الحرير والديباج، وهو مستنبط من الحديث استنباطا ونصا. بارك الله لي ولكم فيما قرأنا وفيما سمعنا، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في مجلس قادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.